بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحرية التي يريد المسيح أن يحررنا بها في كل حياتنا وبالذات في فترة الصوم اللي زي ما قلنا تكلل الآخر بالانتقال من العبودية إلى الحرية الكاملة بصليب وقيامة ربنا يسوع المسيح في أسبوع البسخة. الحد الخامس حد المخلع. في أفكار كتيرة جدا وخبرات كتيرة جدا وتأملات كتيرة جدا. ناخد حاجة واحدة بس النهاردة، الحرية من تقيد الفكر. المسيح بيقول للرجل كده هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض في عدد 7 يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. طب عندك أفكار تانية ممكن تخف بطريقة تانية؟ كل ده اللي أعرفه. يمكن تكون أنت النهاردة أو أنت النهاردة ربط الشفاء أو ربط حل مشكلة بطريقة واحدة تتعمل بالطريقة دي، والله يقول لي ويقدم لي عروض كتيرة جدا وظروف كتيرة جدا ويكلمني بطرق مختلفة، يقول لي في الحل الفلاني، لا أنا عايز الحل بالطريقة الفلانية. ده ساعات بيكون قيد في الفكر. ناس يبقى عندها ظروف صعبة والله يتدخل يقول لي أنا عايز زي فلان، يقول لي أنت مالك ومال فلان. ناس يكون عندها مرض معين والناس تقول لهم روحوا للدكتور، يقول لك لا أنا ربنا هيشفيني، ربنا اللي خلق الطب. حلو قوي يكون عندك إيمان وعندك إيمان، لكن مش لازم أرفض الإيد اللي ربنا بيقدمها لي. أحد هذه الأيادي الطب والعلم. ممكن يكون في إنسان هيساعدني في المذاكرة ولا أنا عايز أعتمد على نفسي كويس، لكن في إنسان ممكن هيساعدني. ربنا بيقول لي كده ما تقفش عند طريقة واحدة، ما تبقاش شايف إن الحل هو اللي في دماغك بس هو ده اللي صح وبقيت الحلول ملهاش وجود مش موجودة. المسيح قال له كده، أو هو الراجل كلم المسيح قال له كده بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. طب أنا أقول لك الحاجة تانية تقبل؟ أنا عايز أحررك من اللي في دماغك، اللي مأيدك أكتر اللي في دماغك. لو المسيح كان خد ود معاه في الكلام كان الراجل أثبت له أنه على مدار 38 سنة أنا ما لقيتش حد يرميني، وده حقيقي. في حل تاني، الحل التاني ده اللي ربنا عايز يقدمه لنا النهاردة. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي، فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. عايز يقول لي إيه؟ يقول لي خلي بالك مش الحل في دماغك بس، يريد أن يعطينا حرية من الجمود الفكري، حرية من أن أنا أبقى عايز قال له يد الله قال له اعمل لي كده بالطريقة الفلانية وبس. وللأسف في ناس قالك هذا هو الإيمان. لا، الإيمان أن أكون خاضع، الإيمان أن أكون مسلم نفسي وحياتي كلها لله بالطريقة التي يراها الله. في ناس ما تحش فيها يقول فابتدأ يتعافى، أنا عايز أخف دلوقتي في الحال. الله بيقول كده إلغي كل القيود اللي في ذهنك وسيبني أتصرف في حياتك. حرية من القيود الفكرية، أن أربط فكري وطريقة شفائي وطريقة معاملات الله معايا بطريقة واحدة أنا اللي هرسمها له. الله يريد أن يعمل في حياتك بحرية لكي يمتعك بقيامة ونصرة دائمة. الرب معك.